المقابلة ديال الديربي الحمد لله كما كان الحال كان مستوى كانت احسن من المقابلة ديال الديربيات اللي فاتت على مستوى البطولة اكيد لان هذه المقابلة عندها طابع خاص فيها فائز منازم كتبقى فيها مقابلة ذهب مقابلة اياب كتبقى فيها كتسجل خارج الارض ديالك رغم انك في الارض ديالك وكتستقبل في الارض ديالك يعني مستوى تقني ما نقولش كانت كنضر على داخل رقعة الملعب اما في المدرجات حديث ولا حرج ما تقدرش تشوف فيه لدوك الناس حق ديالهم داكشي اللي عطاو الابداعات اللي عطاو داكشي ما تقدرش تشوف فيه لهم داخل رقعة الملعب ما كناش ماشي داكشي اللي كنا كنتسناو ما كيما كان الحال كتبقى احسن من المقابلات اللي فاتت المقابله ديال العوده غتكون صعيبه ما يمكنش تكهن على شكون اللي غيقدر يفوز فيها مقابله الذهب سالات بواحد لواحد كيما مقابله الاياب تقدر تسالي واحد لواحد جوج جوج ثلاثه ثلاثه ديربي كيبقى ديربي ما فيش ذهب واياب جوجهم في الدار البيضاء كيتلعبوا جوج الدار البيضاء كيبقى طابع خاص شكون اللي محضر ذهنيا شكون اللي محضر نفسانيا مزيان هو اللي غادي يكون هو اللي غادي يكون في المستوى المطلوب اكيد انا الرجاء ما دخلوش المقابله من البدايه ديالها مي دار كل موقف في الشوط الثاني كما قلت لك الا كنتي محضر ذهنيا بدايه المقابله تقدر تاخذ المقابله حظوظ الرجاء عندها كامل الحظوظ باش انها تفوز في المقابله اللي كنتمنى ان لاعبين الوداد ولاعبين الرجاء يكونوا كاملين موجودين يكونوا كاملين حاضرين باش يعطيونا داكشي اللي كتسناوه نتوما واللي كنتسناوه حنا واللي كيتسنى الجمهور المغربي ما كنظنش كاين مشكل لان الاجنحه اللي كاينين عند الرجاء قادرين انهم يكونوا من احسن الاجنحه اللي دازوا تاريخ الرجاء كاين تبارك الله راه كاين احداث كيلعب اجنحه كما كيقدر يلعب بها راس حربه كاين رحيمي سفيان عنده امكانيات شوف كاين رحيمي عنده امكانيات هائله الرحيمي ستيل ديال الرحيمي او الطابع اللي كيلعب به الرحيمي مختلف شويه على 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 ليزيل الرحيمي كيبغي ياخذ الكره ويدخل ما كيمشيش في الخط انا كنفضل ان الرحيمي يكون في الجهه اليسرى لانه كيدخل على 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 الجهه اليمنى كتحطو في الجهه اليمنى كيدخل على على الرجل الضعيفه ديالو او البي اف ابل ديالو اللي هي الرجل اليسرى عندنا محسن كيلعب في الادروات راك شتي العرضيه اللي عطا محسن ديال هدف التعادل في المباراه ديال الوداد ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو وما تنساوش ابوناو فلاشين وضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور